السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الحادي عشر وطالبات الحادي عشر أيضا كذلك نرحب بكم من جديد في درس آخر من كتاب المفيد في قسم الصرف وهذا الدرس بالتحديد من دروس الفصل الدراسي الثاني وهو مقدم في هذه الحلقة درسنا لهذا اليوم درس جميل جدا ولكنكم ستحتاجون بالتاكيد الى الاوراق والى الاقلام لان الدرس هذا يعتمد كثيرا على الكثير من الملاحظات التي يجب ان يدونها الطالب درسنا لهذا اليوم كما قلت لكم درس جميل ولطيف تتنوع فيه الجمل وتتنوع فيه المعطيات كما ستلاحظون الان على الشاشة درسنا لهذا اليوم بعنوان كم الاستفهامية وكم الخبرية طبعا بالتاكيد الكل يتساءل عن هذا الدرس هو درس جديد نحن نعرف الجملة الاسمية نحن نعرف الجملة الفعلية نحن نعرف كان واخواتها نحن نعرف ان واخواتها عفوا واخوات واخواتها نعم نحن نعرف الكثير في النحو ولكن لم نسمع ربما سمعنا بكم الخبريه وكم الاستفهاميه ولكن كيف تعرب؟ وما الفرق بينهما؟ هذا ما نريد ان نعرفه من خلال هذا الدرس الجميل الذي اتمنى ان يكون مبسطا وان يكون سهلا عليكم وهو باذن الله كذلك، لكن فقط يعني يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى تركيز مع المعلم. طيب اذا في هذا الدرس سنلاحظ أن الطالب سيحتاج إلى التعرف على ماذا؟ على الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية هذه أول نقطة ولن نتوقف عن عندها كثيرا لأن هناك ما هو أهم من ذلك الفرق أيضا بين تمييز كم الاستفهامية وتمييز كم الخبرية لأنه من من شروط التفريق بينهما أيضا كذلك سنتعرف وهو الأمر الهام جدا هنا سنتعرف على كيفيه اعراب كم الاستفهاميه وكم الخبريه فهيا بنا نخوض معا غمار هذا البحر المتلاطم الذي اتمنى ان لا يكون مرعبا وانما يكون ماذا؟ سهلا جدا عليكم لاننا نملك الادوات للسير في وسط هذا البحر واللغه العربيه ما شاء الله هي بحر واسع كما قال حافظ ابراهيم انا البحر في احشائه الدر كامن فهل سالوا الغواص عن صدفاتي يعني ما زالت هناك الكثير من الصدفات في اللغه العربيه لم تكتشف الى الان اذا لنذهب معا الى اول محاور هذا الدرس امثله بسيطه فقط للتفريق بين كم الاستفهاميه وكم الخبريه نبدا بالمثال الاول فلننظر الى هذا المثال السهل جدا انا اخترت لكم امثله سهله لكي تستوعبوا الفرق فقط بين كم الاستفهامية وكم الخبرية كم شيخ تحدث اليوم في المسابقة من الواضح جدا ان هنا يعني المتحدث او المتكلم في هذه الجمله يطلب ماذا يطلب جوابا من الواضح ذلك من نبره صوته ربما من آه التمييز الذي ياتي بعد كم ننظر الى التمييز الذي ياتي بعد كم سنجد انه يسال عن معدود يسال عن معدود يريد ان يعرف كم شيخا تحدث اليوم في المسابقه طيب ننظر الى المثال الثاني كم شيخ تحدث اليوم في المسابقه كم شيخ من من النبره تتضح ان او يتضح لنا ان هناك ماذا؟ فرقا بين الجملتين الاولى يسال بها ذلك الرجل او يسال الشخص يسال كم شيء يعني يريد ان يعرف كم شيخا يريد ان يعرف معدودا مجهولا بالنسبه له لا يعرف هذا لا يعرف جنسه لا يعرف هذا المعدود بالضبط ما هو يعني ماهيته كم؟ فهو يسال إذا هذه كم الأولى كم استفهامية هو يستفهم يريد أن يعرف العدد يريد أن يعرف العدد بينما في الجملة الثانية لاحظوا يقول كم شيخٍ كم شيخٍ إذا هناك فرق في التمييزين التمييز الذي يأتي بعد كم الاستفهامية والتمييز الذي يأتي بعد كم الخبرية إذا كم الاستفهامية نلاحظ أنه سؤال يطلب ماذا؟ يطلب جوابا يطلب معدودا هو يستفهم عن العدد يريد أن يعرف كم هذا العدد إذا أما الثاني يريد أن يوضح لنا الكثرة كثرة الشيوخ التي عفوا الذين تحدثوا في هذه المسابقة يقول ما شاء الله حضرت المحاضرة فكم من الشيوخ تحدثوا كم شيخ تحدث في هذه المحاضرة؟ فإذا هناك فرق واضح بين كم الخبرية وسنقلب صفحات هذا الدرس لنتعرف على ابرز على ابرز اوجه الاختلاف بين كم الاستفهامية وكم الخبرية وكذلك اوجه التشابه بينهما. هذا مثال اخر ايضا كم ليلة قضيتها في الصحراء؟ ربما يسأل هذا السائل يريد أن يعرف عدد الليالي التي قضاها صديقه في الصحراء فيقول ماذا كم ليلة قضيت في الصحراء فهنا يسأله هنا سؤال فلاحظوا التمييز جاء منصوبا التمييز الذي يأتي بعد كم أقصد بالتمييز هذه الكلمة هي كلمة ليلة هنا ولاحظوا التنوين تنوين الفتح يدل على أن هذا التمييز هو خاص بكم الاستفهامية إذا أول ملاحظة سجلوها معكم أن تمييز كم الاستفهامية يكون منصوبا يكون ماذا؟ منصوبا ونريد منها أن نعرف معدودا مجهولا بالنسبة لنا، مجهول الكمية لا نعرف لا نعرف الكمية فلننظر إلى المثال الذي بعده سنجد هنا كم ليلة قضيتها في الصحراء متأملا يتكلم عن نفسه لا يريد أن يسأل أحدا يريد أن يبين كثرة الليالي التي قضاها في الصحراء، فيقول كم ليلة لم يقل كم ليلة كم ليلة قضيتها في الصحراء متأملا متأملا في هذا الكون، فهو يريد أن يبين لنا كثرة الليالي، لا يريد أن يسأل، لا يريد أن يعرف معدودا مجهولا بالنسبة له، فإذا الأمر بسيط في التفريق بين ماذا؟ بين كم الاستفهامية وكم الخبرية طيب إذا نذهب الآن إلى الاستنتاج البسيط أو الاستنتاج الأول. درسنا لهذا اليوم يعتمد عليكم يعتمد على تسجيلكم لهذه الملاحظات. إذا نستنتج أولا أن كم الاستفهامية يُسأل، لاحظ، يُسأل بها عن معدود مجهول الجنس والكمية معا، ولا بد لها من تمييز يزيل عنها ذلك الإبهام. لا بد لها من تمييز يزيل، حتى لو لم يكن موجوداً. أحيانا يدل عليه دليل لا يعني لا نحتاج مثلا يقول مثلا لقد حضر الضيوف يقول الابن لوالده يقول لقد حضر الضيوف يا أبي فسيقول له ماذا لن يقول له كم رجلا حضر سيقول كم عددهم مثلا هكذا فالتمييز ربما يختفي ربما يختفي ولكن لا بأس في ذلك هذه هي اللغة العربية بينما كم الخبرية فهي كما تلاحظون يخبر بها عن معدود ماذا؟ عن معدود كثير، لا نريد ان نسأل ولا نريد ان يعني نتبين شيئا لا نعرفه. طيب فإذا كم الخبريه يخبر بها عن معدود كثير كما قال احد الشعراء كم من عهود عذبه في عدوه الوادي النضير، كم قضينا من العهود الجميله، كم قضينا يريد ان يبين الكثره لا يريد ان يسأل. طيب الآن نذهب إلى أوجه التشابه بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. سنجد من أوجه التشابه بينهما أو عفواً هنا لدينا بعض الأمثلة لكي نحدد التشابه بينهما. لاحظوا على اليمين طبعاً كم الاستفهامية وعلى اليسار كم الخبرية. لاحظوا أنني وضعت علامة استفهام على الجملة الأولى لدلالتها على استفهام أنها كم الاستفهامية والثانية أنهيتها بنقطة للدلاله على انها كم الخبريه، لاحظوا تمييز كل منهما سنرى هنا التمييز جاء منصوبا وهنا التمييز جاء مجرورا كما تلاحظون في المثالين. اذا اول ملاحظه لا نذهب الى التمييز الان نركز على كم، نركز على كم، فاوجه التشابه بينهما كلاهما اسم اذا نبتعد عن الافعال نبتعد عن الحروف. كم الخبرية وكم الاستفهامية هما اسمان وما داما اسمين فبالتأكيد فهما ماذا لهما إعراب لهما إعراب لهما محل من الإعراب إذا كلاهما اسم كلاهما مبهم لا نعرفه هي مبهمة كم الاستفهامية وكم الخبرية بالنسبة لنا هي شيء مبهم كذلك أيضا كلاهما يحتاج لتمييز يوضح إبهامه أو يزيل عنه هذا الغموض كلاهما مبني على السكون كما تلاحظون، انظروا إلى كم هنا ستجدون أنها مبنية على السكون، يعني دائما السكون موجودة، لم نسمع بحياة في حياتنا بكم عليها فتحة على الميم. طيب، لذلك يعني سميت مبنية لأنها تشبه البناء، هي لا تتحرك أبدا، كم إذا مبنية على السكون دائما، دائما مبنية على السكون، فقط نبين إن كانت استفهامية أو خبرية فقط، ولكنها مبنية دائما على السكون. كذلك أيضا من أوجه التشابه بينهما كلاهما له حق الصدارة في الكلام يعني يقع في أول الجملة ما لم يسبقه حرف جر أو مضاف وسنبين ذلك من خلال الأمثلة طيب إذا نتدرج في الدرس لابد أن يفهم الطالب الدرس تدريجيا إذا حتى نتفرغ بعد ذلك لإعراب كم الخبرية وكم الاستفهامية نريد أن ننهي ماذا ننهي التفريق بينهما طيب كلاهما له نفس الإعراب تماما بالنظر لموقع كل منهما في الجملة، إذا كلاهما لا فرق في الإعراب بينهما، يعني لو أتينا بجملة مثلا هذه، كم قصة أعجبتك، المثال اللي في الذي في الأعلى، كم قصة أعجبتك؟ وكم قصة أعجبتني؟ نفس المثال تماما تقريبا فقط في الحروف الأخيرة ولكن كم هنا تعرب بنفس الطريقة، فقط في البداية نوضح إن كانت خبرية أو استفهامية، ثم بعد ذلك يأتي الإعراب، كم مثلاً الاستفهامية مبنية على السكون في محل كذا، في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، بحسب ما تقع عليه هي، بحسب ما تقع عليه هي، وسننتبه لذلك وسنستمتع بالدرس وبطريقة إعراب كم بناءً على ما تقع عليه. طيب. نذهب الآن إلى أوجه الاختلاف، ما الفرق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية؟ أول وجه في الاختلاف طبعًا من خلال هذه الأمثلة التي أمامنا، لاحظوا طبعًا، كم بيتًا استأجرت؟ هنا سؤال استفهامية، هي استفهامية وعرفنا كيف عرفنا أنها استفهامية؟ من النبرة، من علامة الاستفهام، وكذلك من التمييز الذي يأتي بعدها، من سياق الكلام كذلك، من خلال كل هذا نعرف أنها ماذا؟ استفهامية، كم بيتًا استأجرت؟ يريد ان يعرف المعدود يريد ان يعرف عدد البيوت التي استاجرها لكن في المثال الثاني كم بيت استاجرت كم بيت استاجرت وخرجت منه كم بيت يعني لاحظ يريد ان يبين لنا كثره البيوت التي استاجرها لاحظوا ايضا استخدمت طريقه اخرى كم بيوت كم بيوت ها استاجرت كم بيوت نلاحظ ان تمييز كم الاستفهاميه لا ياتي الا مفردا كم الاستفهاميه انظروا بيتا هنا كلمه بيتا جاءت مفرده جاءت ماذا مفرده اذا كم بيتا لاحظوا الثانيه كم بيت كم بيت وطبعا هناك يكون منصوب اما هنا يكون مجرور كم بيت مفرد ونستطيع ان نقول كم بيوت جمع اذا تمييز كم الخبريه ممكن ان ياتي مفردا وممكن ان ياتي ماذا ياتي جمعا بينما كم الاستفهاميه تمييزها فقط ياتي ماذا؟ ياتي مفردا، انا اتكلم عن التمييز الذي ياتي بعد كم، الان نريد ان نعرف الفروق الاخرى بين كم الخبريه وكم الاستفهاميه. طبعا كم الاستفهاميه ذكرنا ذلك تتطلب جوابا بخلاف كم الخبريه التي تخبر عن الكثره، يعني تريد جوابا. طيب ايضا كم الاستفهاميه تنتمي الى الاساليب الانشائيه وكم الخبريه تنتمي الى الاساليب الخبريه. هذا الدرس طبعا ستدرسونه في الثاني عشر باذن الله تعالى، الفرق بين الجمل الخبريه والجمل الاستفهاميه، عفوا الانشائيه. الجمل الخبريه هي الجمل التي تحتمل الصدق والكذب، خبر يحتمل الصدق والكذب، بغض النظر عن قائله. يأتيك احدهم ويقول لك خبرا ما فهذه جملة خبرية، يعني مثلا قال لك: ذهبت اليوم إلى مسقط. ربما ذهب وربما لم يذهب، هذه جملة خبرية تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، ولكن الجمل الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب، لماذا؟ لأنها تقال في لحظتها، يعني أنا لو سألتك سؤالا الآن وقلت لك: هل ذاكرت دروسك؟ لا تستطيع أن تحكم علي الآن أن إن كنت صادقا أم كاذبا، لماذا؟ لأنه مجرد سؤال لانه مجرد سؤال، كذلك النداء، كذلك الامر، امرك بشيء معين. مثلا اقول لك ذاكر دروسك، لا تستطيع ان تقول لي انت تكذب او انت صادق. انا تلفظت بلفظ الان في هذه اللحظه، انشاته الان، لذلك هي جمله انشائيه، لا اريد ان ازعجكم بالانشاء والخبر لانه هو درس بسيط ولكن ستدرسونه في الثاني عشر. طيب. تمييز كم الاستفهامية يكون مفردا منصوبا كما ذكرت لكم وتمييز كم الخبرية يكون مجرورا مفردا أو جمعا طيب كيف نعرب كم الاستفهامية وكم الخبرية وهذا للأسف ما يؤرق الطلاب رغم سهولته رغم بساطته سأعطيكم بعض الملامح التي ستعينكم على الإعراب لكن فقط سجلوها معكم في دفاتركم ملامح بسيطة جدا سيستطيع كل طالب وكل طالبة من التعامل مع كم بكل يسر وسهولة طبعا لأن كم حالها حال بقية آه يعني الحروف الأخرى أو عفوا الأسماء الأخرى في اللغة العربية لها إعراب بناء على ما تقع عليه بناء على ما تقع عليه، فكم هي هي كم اصلا نحن سنتعامل مع كم الاستفهاميه مثلا، حالها حال كل ادوات الاستفهام او اسماء الاستفهام سنقول، لان لان الادوات الاخرى عندما اقول كلمه ادوات اي انها تجمع بين الاسماء وبين الحروف، فنحن الحروف هذه سنبتعد عنها لانها مبنيه، لا محل لها من الاعراب، اي حرف في اللغه العربيه، اي حرف اي حرف في اللغه العربيه مبني، لا محل له من الاعراب. طيب هذه خذوها قاعده حرف مبني لا فقط تبين نوع حرف جر حرف نفي حرف استفهام حرف مثلا نداء اي حرف في اللغه العربيه مبني لا محل له من الاعراب انتهى بينما الاسماء بينما الاسماء فبالتاكيد لها محل من الاعراب ان كانت مبنيه ان كانت مبنيه مثل كم الان ستاتينا جمل عديده كيف سنتعامل معها بالنسبة لكم، أسأل عن كم الاستفهامية أو كم الخبرية، كلاهما إعرابه واحد، لا تنزعجوا من من مسألة أن نقول أن هذه كم خبرية وهذه استفهامية، لا تنزعجوا، إعرابهما واحد. إذا كانت في نفس الجملة، كانت هيئة الجملة بنفس الطريقة، فإعرابهما واحد، لا تنزعجوا من ذلك، ولكن دعونا نأخذ هذه الخيوط معنا حتى نستطيع أن نعرب كم الاستفهامية وكم الخبرية كما نريد نحن. حتى لا بعد ذلك نتضايق في الامتحان او غيره، تكون الامور كلها سهلة. طيب. إذا القاعدة تقول: تعرب كم سواء كانت استفهامية أو خبرية كبقية أسماء الاستفهام وفق علاقتها بما بعدها. وفق علاقتها بما بعدها من الكلام. سنرى سنرى ذلك من خلال الأمثلة. تمييز كم الاستفهامية يكون عادة ماذا؟ منصوبا. التمييز الذي يأتي بعد كم. نحن سنركز على إعراب كم. ولكن تمييزها يجب ان ننتهي منه تمييز كم الاستفهاميه يكون منصوبا بتنوين الفتح يعني طيب يكون منصوبا بينما تمييز كم الخبريه يكون مجرورا يعني بالكسر وهناك طبعا اراء في مساله اعرابه بعضهم يقول انه نسميه تمييز مجرور وبعضهم يقول انه يعربه مضاف اليه ويحق للطالب ان يختار اي اعراب من, من من هذا القبيل بالنسبه لكم الخبريه تمييز كم الخبريه فقط بينما كم الاستفهاميه تمييزها منصوب لا جدال في ذلك طيب تمييز كم الخبريه يكون مجرورا كما ذكرنا والان طبعا كما اخبرتكم هيا بنا نشاهد مجموعه من الامثله التي توضح لنا كيف نعرب كم الاستفهاميه وكم الخبريه اذا نبدا اولا بالحاله الاولى كم الاستفهاميه او الخبريه سنقول كم فقط حتى لا نزعجكم بذلك اذا كم بغض النظر عن نوعها ممكن ان تعرب في الحاله الاولى ممكن ان تكون مبتدا لكن هي مبنيه وبالتالي لن نقول مبتدا مباشره وانما سنقول مبنيه في محل المبتدا يكون ماذا يكون مرفوعا يكون مرفوعا لابد ان نعرف هذه الاساسيات المبتدا مرفوع الخبر مرفوع هذه لابد من ان, أن يكون الطالب يعني هذه الاشياء يعني انتهى منها المبتدا مرفوع الجمله الاسميه فيها مبتدا وخبر المبتدا مرفوع والخبر مرفوع آه مثلا المفعول به منصوب تعودنا على ذلك يعني كل و كل, كل كل انسان لديه لديه اسم مثلا انا اسمي مثلا محمود سعيد يعني لفظين مثلا محمود سعيد لكن عندما تاتي الى آه الفاعل مثلا لا تحفظ تقول فاعل فقط قل فاعل مرفوع، احفظه مع أبيه. فاعل مرفوع، طيب، فإذا هناك أساسيات في اللغة العربية، هناك أساسيات في اللغة العربية يجب على الطالب أن يفهمها، أن يعرفها، أن ينتهي منها. إذا المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، مثلا الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، هذه أشياء يجب أن يفرغ منها الطالب حتى لا تزعجه بعد ذلك. إذا أولاً كم الخبريه وكم الاستفهاميه تعربان في محل رفع مبتدا وذلك في ثلاثه مواضع كيف؟ متى نعرب كم الخبريه؟ لدينا جمل كثيره كم وكم 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 كيف نعربها مبتدا؟ متى نعربها مبتدا؟ الحاله الاولى الحاله الاولى اذا جاء بعد تمييزها طبعا احنا اتفقنا ان كم تاتي كم ثم بعد ذلك ياتي التمييز ثم ما بعد التمييز نركز على ما بعد التمييز ماذا جاء بعد التمييز ننظر إذن إذا جاء بعد تمييزها شبه جملة مباشرة هي مبتدأ مباشرة بدون يعني جدال إلا إذا سبقت سبق يعني الجار والمجرور أو الشبه الجملة بشيء آخر ربما مثل كان مثلا مثل كان دعونا دعونا لا, لا نتسرع في هذا الأمر إذن إذا جاء بعد تمييزها سنشاهد هذا المثال انظروا إلى هذا المثال كم سورة في كتاب الله؟ دعونا أولا نتفق أين كم؟ هذه كم طيب أين تمييزها؟ هذا هو تمييزها طبعا جاء منصوبا إذا هي استفهامية إذا هي استفهامية الآن نريد أن نعرب كم ما إعرابها؟ ننظر إلى ما بعد التمييز ننظر إلى ما بعد التمييز ماذا جاء بعد التمييز؟ جاء حرف جر واسم مجرور إذا هي ماذا؟ شبه جملة يعني القاعده تقول اذا جاء بعد تمييز كم الخبريه او الاستفهاميه شبه جمله فمباشره كم تعرب ماذا؟ مبتدا مباشره. فاذا كيف نعرب هذه الكلمه هنا الان كم؟ كيف نعربها؟ مباشره ماذا سنقول؟ سنقول كم الاستفهاميه طبعا هي استفهاميه الان الاستفهاميه طيب كم الاستفهاميه مبنيه عفوا مبنية على ماذا؟ على السكون هذا هذا لا جدال فيه الآن لم ننتهي من الإعراب كم الاستفهامية مبنية على السكون الآن نذهب للمحل اتفقنا أنها الآن عندما يكون ما بعد تمييزها شبه جملة فتعرب مبتدأ المبتدأ مرفوع طيب لكن لا نستطيع أن نقول مبتدأ مرفوعا سنقول كم الاستفهامية مبنية على السكون لأن عليها سكون، مبنية على السكون في محل ماذا؟ الآن نقولها في محل رفع لأن المبتدأ مرفوع مبتدأ. لاحظوا هذا هو الإعراب بالنسبة لكم بالنسبة يعني إذا جاءت بهذا الشكل. فنفس الإعراب تماما سيتكرر، لاحظوا أن هذا الإعراب كله سيتكرر مبنية على السكون، كم الاستفهاميه او كم الخبريه مبنيه على السكون، فقط يبقى المحل، حتى كلمة في محل هذه ستتكرر، في محل، سيبقى على الطالب ان يقول ان كانت في محل رفع او كانت في محل نصب او كانت في محل ماذا؟ جر، وبالتالي يجب علينا ان نفهم هذا الكلام. اذا سنذهب الان الى ماذا؟ سنذهب الى المثال الثاني اللي هو خاص بكم الخبريه، نفس المثال تماما، سنرى ذلك، هذا مثال اخر كم سوره عفوا كم سوره في كتاب نفس الاعراب تماما نفس الاعراب تماما الذي ذكرناه قبل قليل فقط سيتغير ماذا خبريه كم الخبريه والباقي نفس نفس الطريقه تماما اذا ما اعراب كم هنا كم اعرابها كم الخبريه مبنيه على السكون في محل رفع مبتدا لماذا اعربناها مبتدا لان ما بعد تمييزها هذا ما بعد التميز هذا التمييز الذي وضعت عليه دائرة هذا تمييز كم ما بعده جاء جار مجرور فإذا شبه جملة إذا كم تعرب مبتدأ مباشرة إذا القاعدة واضحة جدا نذهب أيضا إلى اللي هو طبعا الموضع الآخر إذا جاء بعد تمييزها فعل لازم كيف فعل لازم يعني كيف فعل لازم الفعل اللازم أيضا هذا من الأساسيات التي يجب على الطالب أن يعرفها الفعل اللازم هو الذي يلزم الفاعل فقط، لا يحتاج إلى مفعول به، لا يحتاج إلى مفعول به. كثير من الأفعال في اللغة العربية لا تحتاج إلى مفعول به. نام، دخل، خرج، صعد، رحل، يعني أفعال لا تحتاج، رحل المعلم. طيب؟ انتهت الجملة. فهذا فعل لازم. القاعدة تقول إذا جاء بعد تمييز كم عفوا إذا جاء بعد تمييز كم الاستفهامية أو الخبرية فعل لازم انتهى الموضوع هي تعرب مبتدأ إذا كان الفعل لازما مبتدأ طيب انظروا إلى هذا المثال كم ضيفا حضر كم ضيفا حضر إذا لدينا كم ولدينا تمييزها ننظر إلى ما بعد التمييز ما بعد التمييز جاء فعل ها لازم فعل لازم حضر يعني لو لو وضعنا كلمة حضر في جملة ما نقول حضر الضيف انتهت فعل فاعل. إذا هذا فعل لازم. إذا كان فعلا لازما فإذا كم مباشرة تعرب ماذا؟ تعرب مبتدا أيضا، ونفس الإعراب الذي ذكرناه سابقا، كم الاستفهامية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، في محل رفع ماذا؟ مبتدأ. إذا إذا الحالتان واضحتان، الآن نذهب إلى الحالة الثالثة أيضا. ايضا تعرب عفوا هذا ضيف عفوا هذا مثال اخر بالنسبه لنفس لنفس القاعده القاعده الثالثه طبعا تقول اذا جاء بعد تمييزها فعل انتبه انتبه فعل متعد استوفى مفعوله كيف استوفى مفعوله استوفى مفعوله اي ان المفعول به موجود في الجمله اي ان المفعول به موجود في الجمله لان بعض الافعال تتطلب مفعولا به مثلا نقول أكل مثلا الرجل الطعام أكل فعل الرجل فاعل لا بد من مفعول به هذا فعل متعد هذا فعل متعد فإذا إذا جاء بعدها فعل متعد والمفعول به موجود والمفعول به موجود فهي كم تعرب مبتدا فكم تعرب مبتدا أما إذا كان المفعول به غير موجود فكم هي التي ستعرب مفعولا به لكن ركزوا الان في هذه القواعد الثلاث التي ذكرناها متى تعرب مبتدا اذا جاء بعد تمييزها شبه جمله اذا جاء بعد تمييزها فعل لازم لا يحتاج الى مفعول به واذا جاء بعد تمييزها فعل متعد استوفى مفعوله انظروا الى هذا المثال انظروا الى هذا المثال وهذا المثال ايضا كم غلاما اذا كم وغلاما هذا هو التمييز كم غلاما حفظ القران حفظ القران، حفظ فعل. من الذي حفظ؟ من الذي حفظ؟ طبعا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الغلام. طيب اذا الفعل والفاعل. حفظ ماذا؟ حفظ القران. اذا القران المفعول به هذا هو مفعول به طبعا اذا هذا فعل لازم فعل ماذا؟ فعل لازم حفظ فعل عفوا حفظ فعل متعدي القران طبعا هنا مفعول به الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو يعود على الغلام، إذا الجملة مكتملة فعل فاعل مفعول به، إذا كم هنا في هذه الحالة ستعرب مبتدأ أيضا، لماذا؟ لأن المفعول به موجود، صحيح أن الفعل متعدن الفعل متعدٍ، ولكن ماذا؟ المفعول به موجود، استوفى مفعوله، وبالتالي هنا أيضا تعرب ماذا؟ مبتدأ، إذا الحالات الثلاث الأولى هذه تعرب فيها كم مبتدا نذهب الان الى الحالات الاخرى تعربان في محل رفع خبر خبرا مقدما اذا جاء بعد تمييزها اسم معرفه اسم معرفه والمعرفه تعرفون الاسم المعرفه اما ان يعرف بال التعريف واما ان يعرف بالاضافه مثلا طيب ويكون هذا الاسم يعني ظاهر يكون هذا الاسم ظاهر نشاهد طبعا ركزوا على القاعده، نركز على القاعده، تعربان في محل رفع خبرا مقدما اذا جاء بعد تمييزها اسم معرفه، كم ريالا؟ طبعا انتهى مسألة ان نعرف كم ونعرف تمييزها، هذا هذا الامر انتهى، كم ريالا هذه كم وتمييزها، ما بعد التمييز ماذا جاء؟ انظروا كم ريالا نصيب الفرد نصيب الفرد، لاحظوا كلمة نصيب اسم معرف. ليس بأل تعريف وإنما معرف بالاضافة هو معرف إذا. هو معرف طيب ممكن أن ممكن أن تجيب عن السؤال أنت لو جا لو لو جاوبت عن هذا السؤال ستقول نصيب الفرد كذا الكذا هذه اللي هي ستحل محل كم فما يعرب نصيب الفرد طبعا كلمة نصيب مبتدا والفرد مضاف إليه فبتكون الباقي من الركن الآخر الذي يكمل المبتدا الخبر فإذا كم هنا ما إعرابها سيكون خبر طيب خبر مقدم كم هنا اعرابها خبرا مقدما عفوا خبر مقدم اذا كم ريالا هذه ريالا تمييز اتفقنا عليها انها ماذا تمييز منصوب وعلامه نصبه ماذا وعلامه نصبه تنوين الفتح الظاهر على اخره اما نصيب الفرد طبعا هذه اتفقنا على انها مبتدا مؤخر طيب اذا كم هنا الان كيف نعربها اتفقنا على اعرابها نريد ان نتعود عليه دائما اتفقنا على إعراب كم الخبرية أو كم الاستفهامية هي الآن استفهامية فماذا سنقول؟ كم الاستفهامية ها نحفظها دائما كم الاستفهامية مبنية على السكون في محل في محل ماذا؟ اتفقنا الآن أنها في محل رفع خبر مقدم لماذا خبر؟ لأن ما جاء بعد التمييز ما جاء بعد التمييز اسم معرف هذا هو الاسم المعرف معرف بالإضافة بإضافته إلى كلمة أخرى وهذا المثال يشبهه ولكنها كم الخبرية ولكنها كم الخبرية الآن أيضا الحالة الأخرى إذا لدينا الآن حالتان قلنا أنها تعرب مبتدأ وتعرب خبر مبتدأ طبعا في محل رفع مبتدأ وفي محل رفع خبر لا بد أن تكتبوا هذه الملاحظات ولا بد أن تعودوا للدرس أيضا مرة أخرى حتى تترسخ المعلومة جيدا ولا بد أن تبحثوا ولا بد أن تذاكروا الكتاب كذلك لابد من كل هذا لأن المعلومات لا تترسخ إلا بالإعادة دائما بالإعادة والتكرار تعربان في محل نصب خبر كيف في محل نصب خبر؟ نحن نعرف أن الخبر مرفوع لا هناك خبر ماذا؟ منصوب لابد يعني في في مثلا عندما تدخل الأفعال الناسخة كان وأخواتها طيب مثل كان وأخواتها عندما تدخل على الجملة الاسمية فيصبح الخبر منصوبا لأنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر سنرى ذلك اذا القاعده تقول اذا جاء بعد تمييزها فعل ناقص انظروا الى كم هذه هي كم هذا تمييزها ماذا جاء بعد تمييزها ماذا جاء بعد تمييزها جاءت كان وهذا فعل ناقص فعل ناقص الفعل الناقص يحتاج الى ماذا يحتاج الى اسم و الى خبر اسم كان وخبر كان اذا كم ريالا كان نصيب الفرد كم ريالا كان نصيب الفرد؟ اذا عندما ستجيب ستقول: كان نصيب الفرد وستاتي بالاجابه بعد ذلك ريالا واحدا. فكلمه ريالا هنا ستكون ماذا؟ خبر لكان. فكم هنا اعرابها؟ خبر منصوب، خبر لكان منصوب. اذا الاعراب كيف سيكون؟ كم؟ الاستفهاميه مبنيه، نكررها دائما، لا غرابه في ذلك ولا ضير في ذلك ولا يعني لا خجل في ذلك. كم؟ الاستفهاميه مبنيه على السكون. طيب، في محل ماذا؟ في محل نصب الان، في محل نصب خبر كان، خبر كان، اذا هي الان خبر كان لان جاء لانه جاء بعد التمييز، هذا هو التمييز، جاء بعد جاءت بعده كان او احدى اخواتها. المثال الثاني بنفس الطريقه تماما، المثال الثاني بنفس الطريقه، اذا هذا بالنسبه للحاله التاليه، اذا الان نذهب إلى الحالة الأخرى تعربان كذلك اللي هي كم الخبرية وكم الاستفهامية تعربان في محل نصب مفعولاً به. انتبه مفعولاً به متى متى تعرب مفعولاً به؟ كم الخبرية أو كم الاستفهامية متى تعرب؟ تعرب إذا جاء بعد تمييزها ماذا؟ فعل متعدٍ لم يستوفِ مفعوله. يعني المفعول به غير موجود. إذا كان موجود مثل المثال السابق عندما قلنا كم غلاما حفظ القرآن، القرآن كانت هي المفعول به موجود في الجملة وبالتالي أعربناها مبتدأ كم؟ كم أعربناها مبتدأ؟ الآن إن لم يكن المفعول به موجودا كيف نعرب كم؟ ستكون هي المفعول به يعني مباشرة تبحث تبحث عن الفعل إن كان متعديا والمفعول به غير موجود فمباشرة كم هي المفعول به؟ انظروا إلى هذا المثال كم مسجدا بنيت؟ اسألك كم مسجدا بنيت؟ أنت أيها الغني أنت يا من تملك هذه الثروات الطائلة كم مسجدا بنيت؟ طيب لم عندما نقول هذه العبارة كم مسجدا بنيت؟ سنلاحظ ماذا جاء بعد كم؟ جاء تمييزها جاء تمييزها مسجدا بنيت كلمة بنيت بنى الفعل بنى إلى الياء طبعا بنى الفعل بنى لو وضعناه في جمله فعليه لو وضعناه في جمله فعليه ماذا سنقول بنى الرجل مسجدا يحتاج الى مفعول به فعل فاعل مفعول به الان هل المفعول به في هذا المثال في السؤال موجود كم مسجدا بنيت بنا فعل والتاء هي الفاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل التاء اقصد التاء اين المفعول به اين المفعول به غير موجود لأن هذا الفعل متعدي يحتاج إلى مفعول به أين المفعول به غير موجود فبالتالي كم هي ستكون المفعول به مباشرة لا جدال في ذلك أيضا لا جدال في ذلك أيضا إذا كم هنا تعرب ماذا مفعول مفعولا به كيف نعربها نفس الطريقة أكررها مرة أخرى كم الاستفهامية مبنية على السكون في محل نصب ليش قلت نصب ما قلت رفع لأن المفعول به منصوب إذا أقول في محل نصب مفعول به. طيب ونفس المثال إذا جاءت كم الخبرية هذه المثال أو, أو هذا المثال التالي هي كم خبرية كيف عرفنا؟ لأن تمييزها جاء مجرورا كما تلاحظون تنوين الكسر. إذا كم مسجد بنيت؟ كم مسجد بنيت؟ مثلا تقول لأحدهم تقول لأحدهم كم مسجد بنيت ولم تأخذ يعني ربما كان رياء والعياذ بالله وربما بنى مساجد تقربا الى الله سبحانه وتعالى ولكن هنا الان نريد ان نوضح فقط الكثره كم مسجد بنيت كم مسجد بنيت هنا للكثره لكن بالنسبه للاعراب نفس الاعراب تماما فقط نوضح ان كانت استفهاميه او خبريه فقط اذا كم نفس الاعراب تماما كم نفس الاعراب كم الخبريه هنا سنقول مبنيه على السكون في محل نصب مفعول به في محل نصب مفعول به نفس الشيء لأن هذا الفعل فعل متعدي طيب نذهب الآن إلى الحالة الأخرى أيضا أو القاعدة الأخرى تعربان في محل نصب مفعولا فيه مفعولا فيه إيش المفعول فيه واحد يقول أستاذ ماشي المفعول به المفعول المفعول فيه إذا تتذكروا وأنتم صغار يقولون لك ظرف الزمان ظرف المكان طيب مفعول فيه لكن كيف نعرفه؟ هنا لا ننظر إلى ما بعد التمييز، هنا ننظر إلى التمييز نفسه. ننظر إلى التمييز، إذا كان تمييزها يدل على زمان أو مكان مباشرة، إذا كان تمييز كم؟ هذه قاعدة بسيطة جدا، اكتبوها، اكتبوها، إذا كان تمييزها، ها، ما ب... ما نتكلم عن ما بعد التمييز، نتكلم عن التمييز نفسه. إذا نقول: إذا كان تمييزها.. اسما يدل على الزمان او المكان مباشره كم تعرب ماذا؟ تعرب مفعولا فيه، اذا تعربان في محل نصب مفعول مفعولا فيه اذا كان تمييزها يدل على الزمان او المكان مثل ماذا؟ انظروا كم ميلا قطعت في رحلتك؟ سؤال كم ميلا قطعت في رحلتك؟ اريد ان اعرف الاجابه، هذه استفهاميه، الثانيه لا، كم سنه ضيعت من حياتي في اللهو؟ كم سنة أريد أن أخبر عن الكثرة لكن انظروا إلى التمييز التمييز هنا يدل على ها يدل على مكان وهنا يدل على زمان مباشرة لا ننظر إلى إلى ما بعد ذلك مباشرة لا يهمنا ما بعد ذلك الآن إذا كان التمييز يدل على الزمان وعلى المكان فانتهى انتهى أمرها مباشرة تكون ماذا مفعولا فيه طبعا في محل نصب، المفاعيل كلها في محل نصب، إذا إعرابها كيف سيكون؟ كيف سيكون الإعراب؟ كم؟ الاستفهامية أو الخبرية طبعاً، الاستفهامية أو الخبرية مبنية على السكون في محل نصب مفعول فيه، مفعول فيه، والمفعول فيه كما ذكرنا اكتبوها ملاحظة، المفعول فيه ظرف الزمان أو المكان. طيب نذهب الآن إلى حالة أخرى والحالة التالية سهلة جداً أيضاً. يعني انظروا إلى هذه الحالة التي تركناها الآن هذه الحالة الأخيرة التي تركناها سهلة فقط ننظر إلى التمييز تمييز مباشرة التمييز جاء اسم زمان عفوا يدل على المكان أو الزمان إذا ها مباشرة تعرب مفعولا فيه تعرب مفعولا فيه إذا مثل ما طبعا اعذروني على اللهجة المحلية مثل ما يقول الشياب طاح بابه هذا المثال طاح بابه مباشرة ليش؟ لأن مباشرة نقول جاء بعد يعني جاء تمييز كم مباشره نقول اسم زمان او مكان مباشره مفعول فيه طيب هذا المثال ايضا الجديد او الحاله الجديده انظروا اليها سهله جدا 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 كيف تعرب كم مفعولا مطلقا في محل نصب ايضا مفعول دائما لما نقول مفعول منصوب على طول مفعول مطلق مفعول به مفعول فيه مفعول لاجله مفعول معه هذه المفاعيل كلها منصوبه تعربان في محل نصب مفعولا مطلقا متى؟ متى يكون متى تكون كم؟ تعرب مفعول مطلق، متى تكون؟ متى تعرب؟ متى تعرب مفعول مطلق؟ إذا كان تمييزها من جنس الفعل الذي يأتي بعدها. كيف من جنس الفعل؟ شوفوا المثال هذا. أو جاء بعدها لفظ مرة أيضا هذه سنذكر لها مثالا. انظروا إلى التمييز هنا، انظروا إلى التمييز. كم رمية رميت ها؟ رميت في سبيل الله. كم رمية رميت في سبيل الله ايها الرجل؟ هل جاهدت؟ هل ذهبت؟ هل كذا؟ طبعا هذا الكلام سابقا، كم رمية رميت في سبيل الله؟ كلمة رمية هذا التمييز انظروا الا توجد كلمة تشبهه في المثال؟ نعم الفعل الفعل الذي ياتي بعده مباشرة من جنسه من نفس الحروف، كم رمية رميت، كم ضربة ضربت، كم مثلا أكلة أكلت كم زيارة زرت طيب عندما يأتي يعني تمييز كم من جنس الفعل الذي بعده مباشرة مفعول فيه مفعولا مطلقا عفوا مفعولا مطلقا إذا هنا لاحظوا رمية ولاحظوا رميت الفعل إذا القاعدة هذه أيضا انتهينا منها إن كان التمييز من جنس الفعل الذي يأتي بعده من نفس النوع يعني من نفس الحروف فتعرب مفعولا ماذا مطلقا مباشرة وهذا مثال آخر على آه هي كم الخبرية كم سجدة سجدت شكرا للخالق كم سجدة يريد أن يبين لنا كثرة سجوده لله سبحانه وتعالى لا يريد أن يسأل عن عدد السجدات وإنما يريد أن يبين الكثرة لكن هنا ما إعراب كم ما إعراب كم دائما إذا أردنا أن نعرب كم ننظر إلى ما بعدها انظر إلى التمييز جاء التمييز من جنس الفعل من نفس الفعل سجدة سجدت فإذا مباشرة تعرب كم؟ مفعولا مطلقا لا جدال في ذلك هذه أيضا القاعدة التي ذكرتها هنا في الأعلى إذا جاء لفظ مرة إذا جاء لفظ مرة أيضا كم تعرب مفعولا مطلقا كم مرة سجدت أيها الرجل ربما رأيت رجلا سجد أو سهى في صلاته وسجد أكثر من سجودين ربما في إحدى الركعات فسألته بعد الصلاة كم كم سجدة سجدت؟ لكن نحن لا يهمنا ذلك، يهمنا ماذا جاء هنا جاءت كلمة مرة وجاءت كلمة سجدت فإذا جاءت كلمة مرة تشبه المفعول يعني يعني نفس الطريقة القاعدة تقول إذا كان تمييزها من جنس الفعل الذي يليه أو جاء بعدها لفظ مرة تعرب مفعول مطلق، تعرب في محل نصب المفعول المطلق يكون منصوبا، إذا لو أخذنا أحد هذه الأمثلة للإعراب بناخذ المثال الاوسط خير الامور اوسطها كم ما اعرابها هنا ها حدثوا انفسكم كم ما اعرابها نحفظ الاعراب او القسم الاول من الاعراب كم هي خبريه الان كم خبريه مبنيه على السكون في محل اتفقنا انها ستكون في محل نصب مفعول مطلق لماذا مفعول مطلق لأنها جاءت من جنس الفعل، لاحظوا سجدة سجدت، سجدة سجدت واضح جداً. طيب، نذهب الآن إلى الحالة الأخرى. وهذه هي الحالة الأخيرة، لكنها تكون في موضعين، الحالة الأخيرة ممكن أن نعرب كم الخبرية وكم الاستفهامية في محل جر في محل جر ها في محل جر، إحنا ذكرنا في محل رفع وذكرنا في محل نصب والآن في محل جر. متى تكون في محل جر سهله جدا جدا حتى اسهل من المفعول المطلق متى ستكون في محل جر لابد ان تسبق بشيء لكي تكون في محل جر اما ان تسبق بحرف جر او تسبق باسم ظاهر اسم ظاهر من الاسماء اسم اسم عادي يعني يعني اسم قد لا يكون معرفا طيب ننظر الى هذه الامثله هذا طبعا اذا سبقت بحرف جر اولا مثل في كم يعني لاحظوا مباشرة أي كلمة تسبق بحرف جر تكون مجرورة تكون ماذا مجرورة فكم هنا مباشرة إذا رأيت قبلها حرفا من حروف الجر لا تلتفت إلى شيء آخر أبدا أبدا لا تلتفت مباشرة كم إعرابها سيكون اسم مجرور ولكن كيف الإعراب اتفقنا عليه ما نقول اسم مجرور مباشرة هي عليها سكون دائما تكون مبنية على السكون هي دائما تحصل عليها سكون كم ف ما يعرابها؟ هي الآن اتفقنا أنها اسم مجرور لأنها سبقت بحرف جر لكن لا نستطيع أن نقول عن كم أنها اسم أنها اسم مجرور، لماذا؟ لأنها مبنية فنقول كم الاستفهامية مبنية على السكون في محل جر في محل جر بحرف الجر. طيب في كم إذا في كم دقيقة حفظت القصيدة؟ في كم دقيقة حفظت القصيدة هذا المثال طبعاً كما رأينا كم هنا إعرابها اتفقنا أنها في محل جر بسبب في لو جاءكم أي حرف جر على إلى من الباء اللام أي حرف جر سبق كم مباشرة كم إعرابها اسم ها مجرور لكن لا نقول اسم مجرور مباشرة نعرب كما علمتكم كم الاستفهاميه مبنيه على السكون في محل جر كذا في محل جر بحرف الجر اه مثلا كم الخبريه مبنيه على السكون في محل كذا طيب بكم ريال نفس الطريقه بكم ريال اشتريت المعدات يعني هذا طبعا لا يريد لا يريد ان يسال هو يتكلم عن نفسه يقول ماذا بكم ريال اشتريت هذه المعدات وانظروا اليها لا تصلح بكم ريال اشتريت هذه يريد ان يبين الكثره ولكن يهمنا الاعراب الان كم ما اعرابها كم؟ مباشره جاء قبلها حرف جر فهي ماذا في محل جر مبنيه على السكون في محل جر ايضا اذا سبقت باسم ظاهر النكره كيف؟ انظروا شوفوا كم ها طبعا كم ذكرنا ان لها الصداره في الكلام ولكن اذا سبقت باسم تعرب مضاف إليه مباشرة مضاف إليه إذا سبقت باسم تعرب مضاف إليه مجرور يعني يعني اسم مجرور طيب نشوف مع بعض تلاوة كم قارئ للقرآن تعجبك لا نلتفت لا للتمييز ولا لغير التمييز سبقت باسم انتهى أمرها إذا سبقت باسم ظاهر تعرب مضاف عفوا تعرب مضافا إليه تعرب مضافا إليه بدون جدال طيب إذا كم هنا ماذا تعرب؟ كم الاستفهامية مبنية على السكون في محل جر مضاف إليه. ليش مضاف إليه؟ ما قلنا اسم مجرور لأن سبقها اسم هنا وليس حرف جر. سبقت باسم طيب هنا سبقت بحرف جر وهنا سبقت سبقت بحرف جر. إذا إذا سبقت بحرف جر فهي في محل جر وإذا سبقت باسم فهي في محل جر أيضا ولكنها ستكون مضاف إليه. نصيحه كم جاهل سمعت فوقعت في المحظور يعني يقول ياما ياما سمعت يا ما سمعت من هذا وهذا وكلهم جهال وقعت في المحظور يعني بعضهم يستمع الى هذا والى هذا والى هذا فيقتنع بكلامهم وربما يصدقهم وربما يقع بعد ذلك في شبهه او في المحظور بسبب هذه التفاهات او بسبب هذا الكلام المنقول اليه والشائعات ونحن في زمن الشائعات للاسف كثرت كثيرا فلا نلتفت اليها، لابد ان تتاكد دائما من الاخبار التي تاتيك قبل ان تقوم بارسالها بالهاتف او بغير الهاتف، نصيحه كم جاهل سمعت فوقعت في المحظور. سنتوقف قليلا الان مع اسئله اختبركم فقط، اختبركم بناء على ما ذكرناه. البعض منكم قد سجل المعلومات التي ذكرناها. سيستفيد منها مباشرة من خلال هذه الاسئله الامتحانيه، هذه بعض الاسئله الامتحانيه التي وردت في امتحانات سابقه، يطلب هنا لاحظ السؤال يقول اضبط بالشكل اواخر الكلمات التي تحتها خط في هو عفوا التي خط تحتها في البيتين الاتيين، نحن لا نريد كل شيء، نريد هذه الكلمه كلمه ضامن كيف سنضبطها؟ كيف سنضبطها؟ اولا سنلاحظ كم هل هي استفهاميه ام خبريه؟ هنا من خلال السياق هي جملة ماذا؟ خبرية كم ضامن إذا كم ضامن لأن من خلال السياق كم ضامن لك منهم إخلاصه فإذا استحالت يستحيل ضمانا يستحيل ماذا؟ ضمانا إذا كم ضامن هنا نقوم بالضبط نضع ماذا؟ تنوين الكسر مباشرة هنا سؤال آخر أيضا يقول يوسف النبهاني كم كم همت في تبوك للروم او كم همت في تبوك للروم عين بذلوها وفاض منها الرواء نوع كم هنا نوع كم يطلب منك قد يطلب منك نوع كم انظروا اليها يقول كم كم همت كم همت في تبوك للروم عين هل يريد ان يسال عن العيون؟ لا هي خبريه يريد ان يبين الكثره فاذا هي ماذا؟ خبريه هنا انا كتبت الاجابه تعرب كم في البيت السابق كم اسال عن كم كم واخبرتكم ان التمييز هنا قد لا يكون موجودا يعني مثلا كم عينا همت كم عينا همت طيب الفعل همى ننظر الى ما بعد التمييز ننظر الى ما بعد التمييز اللي هو الفعل همى هل هذا فعل متعد ام فعل لازم؟ هو فعل لازم لا يحتاج الى مفعول به فاذا تعرب هنا مفعولا به ام مفعولا مطلقا ام مبتدا ام مفعولا فيه ستعرب ماذا؟ ستعرب مبتدأ مباشرة لماذا؟ لأن الفعل الذي جاء بعد التمييز جاء ماذا؟ جاء لازما، فعل لازم. سؤال أخير فقط، سؤال أخير فقط وضعته هنا للضرورة طبعا، كم يقول الستالي العماني كم حاجة ها طبعا لا لا أشكلها حاجة، كم حاجة صعبت على طلابها والله قدرها بها فأتاحها، هل يسأل الشاعر هل هنا يسأل أم يخبر؟ بالتأكيد هو يخبرنا يخبرنا فكم هنا ما نوعها نوعها خبرية لكن ما إعراب كم شوف مع بعض ما إعراب كم كم حاجة صعبت انظروا إلى الفعل الذي جاء بعد التمييز كم حاجة حاجة تمييز الفعل صعبت الفعل صعبة متعدي ولا لازم ها صعب الامتحان فعل فاعل انتهى إذا هو لازم إذا إذا كان الفعل لازما فكم تعرب ماذا مبتدأ هناك أسئلة كثيرة لديكم في زاويتي في موقع وزارة التربية والتعليم اذهبوا إليها وتعرفوا على إعرابها وتعرفوا وتثقفوا وتدرّبوا كثيراً لا تنظروا إلى نماذج الإجابة بل انظروا إلى ما فهمتم إلى ما ذكرتم وستعرفون الإجابة بإذن الله تعالى نسأل الله لنا ولكم التوفيق في هذا الدرس في فهم هذا الدرس وايضا في الدروس القادمه نلقاكم باذن الله في درس اخر من دروس اللغه العربيه في قسم المفيد او في قسم المؤنس وجزاكم الله خيرا نلتقيكم في حلقه قادمه باذن الله تعالى